بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله في الجميع. واليوم أتينا بعملية الدردشة في معا في تمرين خاص بالاحتمالات، تمرين خاص بالاحتمالات. ويقول هذا التمرين، يقول هذا التمرين يتألف برنامج مسابقة من 16 سؤالا مختلفة، سحب تلميذ عشوائيا وفي آن واحد. إذن قال يتكون من 16 سؤالا مختلفة، سحب تلميذ عشوائيا وفي آن واحد سؤالين، معناها قام بعملية السحب في آن واحد سؤالين. إذن لدينا هذا التلميذ درس، إذن الأول هو أن هذا التلميذ درس 10 أسئلة من 10 أسئلة، 10 أسئلة من هذا البرنامج، درس 10 أسئلة، معناها المتبقي من الأسئلة، إذن درس 10 أسئلة وبقي له 6 أسئلة لم يدرسها. قال ما هو احتمال لكي يسحب التلميذ من بين هذين السؤالين؟ أولا آلاني لم يدرسهما سؤالان، ب سؤالاني درسهما، جيم سؤال واحد فقط درسه، دال على الأقل سؤالا واحدا درسه. رقم اثنان، نفرض الآن أن هذا التلميذ درس آن سؤالا من بين 19 سؤال. قال ألف ما هو الاحتمال بأن لكي يسحب هذا التلميذ من بين السؤالين سؤالا واحدا درسه على الأقل؟ ب عين قيم الأعداد الطبيعية آن بحيث يكون في لآن أكبر من 0.75. إذن لاحظوا أننا في بداية القراءة نقرأ التمرين ونترك الصفحة مفتوحة لأجل من أراد عملية كتابة هذه الأسئلة أن يكتبها بتأني ويتابع معنا التصحيح على بركة الله. إذن لدينا الأسئلة عددها 16. لدينا بالنسبة للشطر الأول قال أنه درس هذا التلميذ 10 أسئلة من بين الأسئلة 16، وهناك يبقى 6 لم يدرسها هذا التلميذ. إذن بما أنه ذكر لنا أنها في آن واحد، هنا لم تكتب، إذن سحب تلميذ عشوائيا وفي آن واحد سؤالين في آن واحد، معناها عملية تجزئة المجموعة، أو هنا الترتيب غير مهم بالنسبة لعملية سحب الأسئلة، وبذلك نستخدم التوفيق. إذن على بركة الله نكتب أو نقوم بعملية الحل كما سيري. نبدأ على بركة الله، الحل هو كما يلي. إذن هذا التلميذ درس، إذن بالنسبة لي رقم واحد، التلميذ درس 10 أسئلة من البرنامج، درس 10 أسئلة من البرنامج. إذن بما أنه درس 10 من البرنامج، معناها الأسئلة التي لم تدرس هي عبارة عن 8. إذن ألف نبدأ على بركة الله بعملية، أولا وقبل كل شيء قبل عملية إذن يجب أن نحسب عدد الحالات، إذن قبل البدء في الأسئلة نحسب عدد الحالات الممكنة اللي هي عبارة عن سي. إذن نأخذ من 16 سؤالا نأخذ سؤالين، إذن تسب NCR، إذن NCR اللي هي نأخذ منها 2 تساوي إلى 120. إذن عدد الحالات الممكنة الكلية هو 120. إذن بعدما قمنا بعملية حساب عدد الحالات الممكنة الكلية، إذن عدد الحالات الممكنة الكلية هو عبارة عن سحب 2 من 16 نحسبها كما سبق. إذن المطلوب هنا بالنسبة للسؤال أو الأولا ما هو احتمال، إذن نريد عملية حساب الاحتمال لكل حالة من الحالات التالية. إذن بالنسبة للحادثة الأولى عملية حساب احتمال، إذن حساب احتمال لكي يسحب التلميذ من بين هذين السؤالين، أولا الأ مثلا الحادثة أ اللي هي عبارة عن السؤالين، يسحب سؤالين لم يدرسهما. إذن نسمي هذه الحادثة، مثلا نسمي الحادثة هذه
نسميها حبين لم يدرسهما. إذا عدد الحالات الملائمة، عدد الحالات الملائمة لهذه الحادثة هي عدد الحالات الملائمة هي تكون بالشكل التالي. إذا سؤالين لم يدرسهما معناها من بين الست أسئلة التي لم يدرسها يقوم بعملية سحب اثنان، نضع هنا سي إذا، ونقوم بعملية حساب هذه بالآلة الحاسبة. إذا اللي هي عبارة عن ستة من إذا من ستة نسحب اثنان تعطينا 15، تعطينا 15، ومنه إذا نقوم بعملية حساب بيلي. إذا نحسب العدد اللي هو بيلي أ، بيلي أ هي عبارة عن التالي. إذا تساوي ماذا يا شباب؟ تساوي حاصل قسمة 15 على 120. نقوم بعملية الاختزال، إذا نختزل فيعطينا 1 على 8 بعد الاختزال على 2. إذا بالنسبة لعملية الاختزال 120 نقوم بعملية قسمتها على 15، نقسمها على 15، نقسم على 15 ونتحصل على أنها 1 على 8. قمنا بعملية حساب هذا الاحتمال. بالنسبة لي با، بالنسبة للحادثة با هي السؤالان، سؤالان درسهما، درسهما معناها سؤالان درسهما. هنا نسمي هذه الحادثة نسميها مثلا نسميها بي. قام بعملية قراءة هذه الأسئلة. إذا نحسب عدد الحالات الملائمة. إذا نقوم بعملية سحب من بين 10 أسئلة، هذه 10 أسئلة التي قام بعملية دراستها نسحب 2. إذا نضع هنا، إذا من بين 10 أسئلة التي درسها نسحب 2 ونقوم بعملية حسابها بالآلة الحاسبة. إذا 10، إذا شيف، إذا 2 يساوي إلى 45. إذا 45، إذا عدد الحالات الملائمة، ومنه إذا نحسب بيلي أ بيلي بي. إذا بيلي بي سوف تكون على بركة الله. إذا هنا ننزع هذا لأنه يختلف ونقوم بعملية سي بي بي سي بي. إذا عدد الحالات الملائمة هو 45. إذا نختزل على 15 فنتحصل على أنه 3 على 8. إذا هذا هو احتمال أن يكون السؤالان درسهما هذا الممتحن أو هذا التلميذ. بالنسبة لي جي، إذا بعدها نضع بين مزدوجتين، نضع بين مزدوجتين هذه الحادثة. إذا سوف نحسب عدد الحالات، عدد الحالات الملائمة. إذا سؤال درسه وسؤال لم يدرسه. إذا سؤال درسه هو من 10 نأخذ 1، ومعناها الضرب يا شباب، الضرب يا شباب. إذا سؤال لم يدرسه معناها من بين الأسئلة التي لم يدرسها اللي هي 6 أسئلة لدينا سؤال طرح عليه ولم يدرسه ونقوم بعملية الحساب. إذا سي 10 واحد هي 10 مضروبة في سي 6 واحد هي عبارة عن 6 وتعطينا الناتج 60. إذا نحسب احتمال، إذا ومنه احتمال أن يكون أحد سؤال درسه والسؤال الآخر لم يدرسه هي عبارة عن سي بيلي سي. إذا هي 60 على 120 ونختزل فنتحصل 1 على 2. إذا عدد أو احتمال أن يكون سؤال درسه والسؤال لم يدرسه هي عبارة عن النصف، هي عبارة عن النصف. إذا بعدها السؤال الرابع اللي هو دال، السؤال الرابع اللي هو دال، وسنسمي هذه الحادثة. إذا هنا دال، نسمي هذه الحادثة نسميها دي على بركة الله. درسه سؤال واحد درسه. إذا نحسب عدد الحالات الممكنة أو عدد الحالات الملائمة، عدد الحالات الملائمة هي كم عدد الحالات الملائمة؟ إذا قال أنه على الأقل سؤال واحد درسه، سؤال واحد، إما أن يكون سؤال واحد، إذا واحد درسه إذا من بين 10 وواحد لم يدرسه من بين 6، أو
يكون سؤالان قد درسهما، سؤالان قد درسهما معناها أن العشرة نأخذ منها اثنان، إذن والستة منها صفر، نستطيع كتابتها أو عدم كتابتها، لأن دائما سي أن صفر دائما تساوي واحد. إذن سوف نقوم بعملية الحساب باستخدام الآلة الحاسبة هنا. إذن هذه 60 حسبناها سابقا، إذن هي 60 زائد سيان، إذن 10 نضغط على شيفت سي 2، إذن فنتحصل على أنها 105. 105 إذن احتمال أن نتحصل على دي، إذن ومنه إذن نقوم بعملية القسمة، إذن نغير هنا الدي، نجعلها الدي الحديثة اللي هي سميناها الدي على بركة الله. هنا لدينا 105، 105 على 120 إذن تساوي، ونقوم بعملية الاختزال. إذن هنا بالنسبة ل 120 تقبل القسمة على 15، إذن 105، إذن هذه 105، 105 نقسمها على 15، نقسمها على 15 على ماذا نتحصل؟ نتحصل على 7، إذن البسط هو عبارة عن 7 والمقام هو 8، إذن 7 على 8 بالنسبة لي على الأقل سؤال واحد درسه، إذن إما أن يكون درس سؤالا واحدا أو يكون درس السؤالين، على الأقل معناها أقل شيء هو واحد، إذن وأكبرها هو 2 لأن المجموع هو سؤالين، إذن نقطة. هذا بالنسبة لي الشطر الأول. الشطر الثاني قال ماذا؟ قال نفرض في هذه الحالة أن السيد التلميذ قد درس كم من سؤال؟ درس إن سؤالا من بين 16، هو 16 هذه، إذن 2 هنا، إذن درس إن سؤالا، نفرض أن الآن أن هذا التلميذ درس إن سؤالا من بين 16 سؤال، إذن ألف قال ما هو السؤال ألف؟ قال السؤال ألف، نعود إلى السؤال، إذن ما هو احتمال أن يكون هذا التلميذ أو يسحب هذا لكي، ما هو احتمال الاحتمال بي أن إذن لعملية سحب، إذن نريد عملية حساب احتمال بي أن لكي يسحب هذا التلميذ من بين السؤالين سؤالا واحدا درسه على الأقل، درسه على الأقل، نسمي هذه الحادثة نسميها مثلا هو عملية الحادثة نسموها مثلا الحادثة أش، نسميها أش. إذن هذه الحادثة أش هنا هي عبارة عن التالي، إذن نقوم أول شيء بعملية حساب عدد الحالات الملائمة. إذن عدد الحالات الملائمة هي كما يلي، إذن عدد الحالات الملائمة نأخذ هذا ونعود نقوم بعملية إعادة كتابته. إذن إما أن يكون هذا التلميذ سحب على الأقل سؤالا درسه، معناها من بين كم يا شباب؟ إذن من بين أن سؤال درسه، إذن لدينا التلميذ هنا درس أن سؤالا يسحب منه سؤال واحد مضروب، ماذا يبقى؟ يبقى لدينا بالنسبة لي الأسئلة تبقى هي عبارة عن 16 ناقصا أن، إذن يسحب منها كذلك سؤال، أو يكون سؤالين مسحوبين درسهما التلميذ، درسهما التلميذ، إذن فيساوي. إذن نقوم بعملية الحساب هنا، سي أن واحد هي عبارة عن أن يا شباب مضروبة في سي 16 ناقص أن، واحد هي عبارة عن 16 ناقص أن وزائد. إذن نقوم بعملية حساب التوفيق لي أن عاملي، إذن هي عبارة عن أن عاملي على، إذن على 2 عاملي مضروبة في العدد اللي هو كم يا شباب؟ اللي هو عبارة عن أن ناقص 2 عاملي. إذن نقوم بعملية حسابها، إذن هذه تساوي إلى أن، إذن
نحسبها هي 16 ان ناقص ان مربع ايوه زائد اذا حاصل قسمه اللي هي ان مضروبه في ان ناقصا واحد الكل مضروب في ماذا؟ مضروب في ان ناقص اثنان عامل على اثنان مضروبه في ان ناقص اثنان عامل. اذا نقوم بعمليه اختزال ما يمكن اختزاله سوف نتحصل على التالي. اذا نقوم بعمليه الاختزال اذا هذه تبقى هنا وهذه هنا سوف نختزل هذا اذا نختزل ما يمكن اختزاله اذا هذا ويبقى في المقام هنا اثنان فقط. اذا هذا هو عباره عن الحالات اذا هنا العاملي لا يبقى. اذا هذا هو عدد الحالات الملائمه بالنسبه لهذه الحادثه. بالنسبه لعمليه حساب احتمال اش هو يحسب كما يلي اذا بيلي اش بيلي اذا ماذا يساوي يا شباب؟ يساوي الى اذا عدد الحالات الامكانيات الكليه هو دائما يبقى كما سبق وهنا يصبح 16 ان ناقصا ان مربع زائدا حاصل القسمه اللي هو ان مضروب في ان ناقص واحد كل على اثنان كل على اثنان. اذا نقوم بعمليه الضرب في اثنان البسط المقام نتحصل على ان المقام يصبح 240 والبسط يصبح 32 ان ناقص اثنان ان مربع اذا زائد ان مربع ناقص ان. اذا نقوم بعمليه التبسيط فنتحصل على انه يساوي اذا نجمع اذا هذا مع الاخير يعطينا 31 ان ناقصا ان مربع كل على 240. اذا تحصلنا على هذا هو احتمال ان يكون ان يسحب التلميذ هو عباره عن احتمال في هذه الحاله هو عبارة عن احتمال أن يسحب هذا التلميذ من بين السؤالين سؤالا واحدا درسه على الأقل. إذا والأسئلة التي درسها هي عبارة عن أن سؤال. إذا هذا هو احتمالها يكتب على الشكل التالي. إذا السؤال الثاني الذي يليه هو قال ما يلي. إذا قال عين قيم الأداة الطبيعية أن بحيث يكون. إذا هنا عملية تعيين الأعداد بحيث يكون البيلي أن. هذا هو بيلي أن. بيلي أن قمنا بعملية حسابه هو نفسه هذا البيلي أش. إذا هو عبارة عن بيلي مرمز له بيلي أن. إذا يساوي إلى بيلي أش. إذا نقوم أول شيء بالنسبة لي باء. إذا باء اللي هو عملية تعيين قيم العدد الطبيعي بحيث يكون هذا. إذا هذا يكون أقل من العدد السابق إذا هو يتحكم في ذاته ب. إذا في الآن هذا يكون أكبر أو يساوي 0.975 هذا يكافئ ماذا؟ يكافئ أن هذه الكمية نأخذها كما هي. إذا الكمية هنا نأخذها كما هي هذه يجب أن تكون أكبر أو تساوي 0.975. إذا أي أن إذا أي أن إذا هذا نقوم بعملية جعله من طرفين. إذا نبسط هنا نضرب هذا في هذا ونضيفه هنا إذا يصبح ناقص. إذا ناقص نقوم بعملية ضرب هذا إذا نجعله صفر نضربه هنا وهنا. إذا نضرب 200 إذا 240 نضربها في 0.975 إذا تعطينا 234. إذا تصبح هنا أكبر من الصفر. إذا
البسط بما أن المقام موجب هذا يكافئ ماذا؟ يكافئ أنه يصبح لدينا نحسب المميز، نحسب المميز. إذا نحسب المميز دلتا هو 20. إذا لكثير في السابق له جذرين. إذا نقوم بعملية حساب الجذرين. جذرين نكتب ومنه. إذا حتى تكون هذه الكمية موجبة يجب أن يكون الآن محصور بين العددين، لأن هنا داخل مدى الجذرين، داخل مدى الجذرين معناها أن الآن المطلوبة يجب أن تكون محصورة بين الجذرين. إذا تكون محصورة بين الجذرين معناها أن بين 13 أصغر أو تساوي أو أصغر أو تساوي العدد آن أصغر أو تساوي 18. إذا ما هي القيم ومنه القيم المطلوبة؟ هي إذا القيم المطلوبة هنا هي 13 و 14 و 15. إذا هنا قمنا بعملية إذا و 15 و 16 إذن و 16 وكذلك 17. إذن 17 و 18. هذه القيم تحقق ما سبق بالنسبة لعملية حساب متى يكون الفيل الآن أكبر أو يساوي. إذن أكبر أو يساوي 0.975 هي القيم 13 14 15 16 17 و 18 هي أعداد طبيعية محصورة بين 13 و 18 هي من 13 إلى غاية 18 بالنسبة للأعداد الطبيعية. إذا هذا بالنسبة لي. إذا كان هناك خلل أو هناك خطأ وارد في هذا الفيديو فنبهونا على ذلك، فسبحان لما يغلط كما يقولوا ونتعلم من بعضنا لعملية تحسين الأداء والتعليق ولو بنقطة. إذا انتقاداتكم تفيدنا وتشجيعاتكم تفيدنا وملاحظاتكم تفيدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.